ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان، أجرى كل من الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي تدريبات في بحر اليابان. هيئة الأركان الكورية الجنوبية أوضحت في بيان أن واشنطن وسول ردتا على بيونغيانغ بإطلاق 4 صواريخ أرض-أرض باليستية قصيرة المدى على أهداف وهمية في البحر، مؤكدة أن التدريبات أظهرت استعداد الجيشين للقضاء على مصدر الاستفزاز مع الحفاظ على وضعية مراقبة متواصلة. القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي أكدت أيضاً أن التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ثابت، وذلك بعد تنفيذ الولايات المتحدة واليابان أيضاً تدريبات ومناورات رداً على تجربة بيونغيانغ. وزارة الدفاع الأمريكية حذرت من أن أي تجربة نووية جديدة لكوريا الشمالية من شأنها أن تهدد الاستقرار الدولي، داعية بيونغيانغ إلى الكف عن هذه الأنواع من الأعمال المزعزعة للاستقرار. كانت هناك مؤشرات في الماضي على أن كوريا الشمالية تعد موقعاً من أجل تجربتها النووية السابعة. إذا فعلوا ذلك فإن إجراء مثل هذا الاختبار من وجهة نظرنا سيشكل بوضوح عملاً تصعيدياً خطيراً ويهدد بشكل خطير الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وفيما طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بشأن كوريا الشمالية بعد تجربتها الصاروخية، عارضت الصين وروسيا فكرة عرض الاجتماع. ندى عزيزي، تي آر تي عربي.